رؤية سعادتك؟ هي سيدي رؤية مشتركة طبعا، احنا نواب قائمة وطنية اي نواب حزب، كلماتنا وتوجيهات الكلمات تصدر عن الأمانة العامة للحزب، ورؤية الحزب الاتحاد الوطني اليوم ان اليوم تمكين الاقتصاد المحلي وتمكين الاستثمار المحلي والقطاع الخاص الأردني هو الأساس للخروج من أزمة البطالة اللي بنعيشها، من أزمة غلاء المعيشة وغيرها من التحديات الموجودة، ويجب علينا تحويلها لفرص من خلال الإيمان بالاستثمار ووجود حلول اقتصادية تساهم في تقليل ذلك. يمكن حكيت كلمة جوهرية، القصة تبدأ من تقليص رواتبنا. يعني احنا اليوم عم نطلب من مواطننا يتحمل، ومنطلب من مواطننا يكون شريك معنا، ومنطلب من المواطن انه يقبل بغلاء الاسعار، يقبل بارتفاع فاتورة الكهرباء وارتفاع لقمة الخبز، واحنا ما يصير علينا تأثير، هذا لا يوجد فيه انصاف ولا عدالة. بدء بالاصلاح يبدأ بانفسنا. شكلك عتمان على الحكومة السابقة؟ الحكومة السابقة للأسف، يعني مش بس أنا، إذا بنتفرج وين التطور وين الإنجاز، مخرجات التحديث الاقتصادي التي أقرت والتي نعمل بها بزمن الحكومة السابقة أين نحن منها الآن؟ هي مجرد presentations موجودة ولا يوجد تطبيق على أرض الواقع. طيب تعليق للرئيس عماد الصفدي، حكى لك سيارتك أغلى من سيارة رئيس الوزراء. والله سيارتي موديل 2008، هو اللي سيارته موديل 2024. أهلا سيدي، بالسلامة، يعطيك العافية.